معاكم الدكتور محمد المحروي، استشاري جراحات التجميل. في سؤال طبعا لازم نعرف الإجابة عنه، اللي هو ايه الفرق بين البلازما وبين الخلايا الجذعية؟ هو في فرق كبير بين الاتنين، ان البلازما دي بناخدها من الدم، لكن الخلايا الجذعية بناخدها من الدهون، فدي من مكان ودي من مكان. البلازما بنستخدمها كمحفزات نمو، وبتستخدم بالذات في المنطقة بتاعة الوجه، ممكن نستخدمها تدي نضارة للوجه، ممكن نستخدمها في المنطقة بتاعة الجفون بحيث ان هي تعالج الحالات السوداء الدارك سيركل، نستخدمها في الشفايف تخلي الشفايف يبقى لونها وردي، ودي بتفرق مع الناس اللي هم سموكر او هيفي سموكر، فهي ليها استخدامات معينة. ممكن نستخدمها في اليدين بحيث ان هي تدي نضارة ولمعان للجلد وتعيد لي الحيوية بتاعها. اما الخلايا الجذعيه فهي بنسميها خلايا جذعيه، بنسميها الخلايا الام، هي خلايا المكان اللي بتتحط فيه هي بتاخد نفس الصفه بتاعه المنطقه دي، بمعنى ان انا هحط الخليه دي في الجلد فهتبقى نفس الخليه بتاعه الجلد، هحطها في العضلات هتبقى نفس الخليه بتاعه العضلات. هي بتستخدم في عمليات تجميل اللي هي زي اثار الجروح والندبات اللي حاصلة عن الجراحة، أو بنستخدمها في الناس اللي قدر الله اللي هم بيبقى عندهم حروق وعاملين فيها رقع جلدية لحاجة، بتدي مرونة للجلد وبتحسن نوعية الجلد. وساعات بنستخدمها كمان في الناس اللي هي عندها قرح، سواء نتيجة دوالي ساقين أو قرح فراش، ليها استخدامات مختلفة. نتمنى ليكم الصحة والجمال.